الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان بلقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان. ألو السلام عليكم. عمران جاي بعد بكرة. يا الله ده خبر جميل جدا جدا. تسلم يا سيدي يديك العافية مع السلامة. ده خبر بمليون جنيه أنا أفرح به وعدلان طوالي. يا اخي والله فكرتي انه النت يكون في غرفه واحده دي ما جايه نهاية. ابوي قال لما الناس تجيب صفوف بيكون في تواصل بينهم. يعني هسه دارت اقول لي تلتلتنا في صف النت دي ما مقصوده؟ اكيد. اها النت كيف؟ عدلان عندي لك خبر بمليون جنيه. بشري. هاي الشبكة سمحة إن شاء الله. لا لا الشبكة مية مية الليلة. دي رسول. أكيد ده اجتماع طارئ لأنه لا وقت فطور لا غدا. أمجد أقفل اللابتوب سريع شكله فيه هوا يا أخوي. اتفضلوا. معليش أنا دخلت عليكم في زمن الإنترنت لكن عندي لكم خبر جميل. أخيرا حنسمع خبر جميل في البيت. بشيرني يا أبوي. عمكم عمران ابن عمي وصديق شديد له 20 سنة في أوروبا عشان كده أنتم ما بتعرفوه. حيجينا بعد بكرة عشان كده حنرفع وتيرة الاستعداد 100%. وصاحبه جايه ونحن علاقتنا بالموضوع شنو؟ صاحب صاحبك صاحبك. طالما أنا سعيد فانتوا لازم تكونوا سعداء. انا ذاك انه ابوي دسع مننا. دي صورة عمكم عمران. راجل صارم القسمات متمسك بقوميته. شوف شوف الزي القومي فيه كيف. كان دايما بيقول الزي القومي هو عنوان للشخصية القومية. الراجل عندنا جلابية وعمة والمرأة بتتعرف بتوبة الساتر. والله ابوي ده قرب يعمل له قناه ولا صفحه في اليوتيوب. يا اخي هو قد عجبه الزي القومي ده سافر ليش؟ سافر للعلاج.
سفر ولده سعد بعد ما زوجته راضية توفت، خلاه قعد معاه هناك في أوروبا وله 20 سنة. يا سلام. لكنه وده سامعنا. اسكت بطريقتك دي كده حيسمعك. أنا لحد أسي بسمع، بسمع صوته وهو بيقول: العلم تاج ملكي بنحكم به شخصيتنا، مستحيل نخلعه، لو خلعناه حنخلع عاداتنا وتقاليدنا. فارس، فارس، انت سامع صوت عمك عمران ده ولا انا بتخيل ليه ساي؟ اسكت، ابوك خياله خصب، يعني عادي ممكن تسمع دواخله. عشان كده نحن حنستعد لاستقبال عمكم عمران بالزي القومي. الرجال يلبسوا الجلابية والعمة، والنساء التوب السوداني الأصيل. كل واحد فيكم يجي ياخذ نسرياته. أنا حأتصل بعبد الحميد الترزي يجي ياخذ المقاسات. أنت يا سامية تمشي للدلالية تاخذي توبين، توب لك أنت وتوب لي سارة. انتهى. يا العوض، انا اسمي عوض ما عوض، يعني خلاص انت زعلان في اللي فلان ده، لان كبرنا كومه قالوا ما تكبروا بس عوض الصموني به. سمع تعرف يا العوض يا زلمه قلت لك عوض يا اخي، هل انت مزعلك اللي فلان ده يعني؟ هاي مزعلاني. سمع خلينا تعرف يا العوض يا اخي قلت لك عوض عدل والله اللي نصب حتى العوض تعرف يا العوض الموضوع ما فيه انه نحن ما شاء الله يعني في البلد اكلت ترترات عندنا والبهايم عندنا وكان علي الوطي الواطد على القفه من يشيل بس محتاجين لنا لجنايني يكون زول كويس وبيعرف شغلته وزول قوي عوض ايوه الاستاذ تعال عايزكم جدا وانت ما شاء الله يعني ركيز اسباب بس تعرف انت صغير صغاله شديده والله ما شاء الله، لا ماشي انت لا ترتر لا وطا داير تمشي قدام احنا الملك، تعال وراي امشي يا شيوخ امشي انا احنا عارف ان عليك بالغنى فيشني يا سارة يا بنت مالك؟ انا ما بعرف البس الطبيعي ما مشكلة أنا بعلمك واللي بسهين حامشي كيف أنا خايفة يوقعني مو بوقعك إن شاء الله الحمد لله فارس يا أخوي أنا الحاجة المعيرة هاي من الجلابية دي هينا اليوم الواحد ده بنلبسها الكلام وين العمة دي حيلف علينا يا أخوي الله يا يعني. الله يلاقينا أبوي بالغ يا أخي يا اخي لكن العلى الله دي عيبه لي العلى الله دي عيبه لي الباكستانيه اللبسه الباكستانيه دي عيبه لي جلابيه وعمه والله ده حيعوم معه في الجلابيه وي انا ناقصكم ما ناقصكم انا ما ناقصكم بعد قصير تلقاه عايش في جنب كويس كويس ما اكلم لكم ابوي لكن عدنا اخوي عبد الحميد الترزي ده بيكون كبير يا اخي بقى ما بقدر اخيش ذاته انا قلت عبد الحميد الترزي يعني عبد الحميد الترزي ما لكن الموضوع يا اخي ما لكن يا اخي ما في اي لكنه عدلان ده انا بعرفه الحاجه اللي بخطها في راسه يعني لازم يعملها لازم يعملها يلا خلينا نمشي نجيب له ما تعرف يا العوض ما في اتعرف اطلع يا اخي خلاص اروح بعرف اطلع اعرف قدام يلا يا بتلبس التوب دي هي طريقة لبسك للتوب كده كده لكن يا سارة يا بنتي بس الحمد لله تعالي تعالي هنا اوريك التوب ده بيلبسوه كيف انت مرقي التوب ده مرقي يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا عيني لي هنا
دي اسمع الخلالة يا حبيبتي. الخلالة دي بخطها هنا تحت الكتف عشان تعداك تمشي التوب. ترفع يدك اليمين دي كده كويس وتمشيها كده بترفع يدك اليسار كويس. يلا عيني شيل التوب ده تحطيه هنا في الراس كده كويس. يلا دي اسمع الجدعة كويس. الله يدعي الهناية دي كده زي ما بقول هاي عدي لها من هنا يا بنت عشان ما يكون التوب مكرفزات وزي ما بقول هاي كده تمام كده. ايوه بسم الله حلاتك. يلا بعد ده اقدر يا بنتي وريني المشي كيفي يا بنت. انت مرق معصمه كده ماشي حاسه نفسي زي رجعه زي المومياء ملفوفه مومياء. والله يا بنتي احنا وقت كنا قدرك كنا التوب ده البسه من زمانك يا حبيبتي من الجدع بيه. تقعي واحده بوقعك شنو امشي يا بنت امشي 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 كويس امشي هاي بسم الله عليك. انا كنت زيك جلابية والعمة ما ببدلهم باي زي اخر. لكن تقول شنو ظروف العمل ظروف العمل هي خلتني انا اكون طوالي لابس البدله. معقوله ده عدلان اللي كان شخصيته في العمه والجلابيه والحبايه يتحول بالشكل ده؟ يخصي عليك. البروتوكول البروتوكول والعمل خلاني البس البدله وخلي الجلابيه. البروتوكول الحقيقي للشخصية القومية في قلة العصاية الملوية ولفة العمة والقشرة بالجلابية. الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعتل فيها القشة. صدر تحت توقيعه عدلان الصاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العائلية. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان تحلم ونحلم بالمكان أسرة مؤسسة ناس ومكان لقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسؤول أمور محبان والف سلام يا عم عدلان.